سرقت حسابات الواتساب. فجأة تلاقي ان حسابك على الواتساب تم تهكيره واتعمل ليك خروج من حسابك على الواتساب. بكلمك عن احدث الطرق التي تستخدم لسرقة حسابات الواتساب، وتفاجأ بعد كده ان انت كمان مطالب تدفع فلوس. الهاكر بيعمل اشياء غريبة جدا وبيحطك في مصيبة صعبة جدا جدا. بكلمك في الفيديو ده في 2024 احد الاصدقاء اتسرق حسابه على الواتساب. بكلمك عن كيفية تأمين حساب الواتساب وكيف تم سرقة حساب الواتساب وتعمل ايه فورا لو تم سرقة حسابك علشان تستعيده. الفيديو ده مهم جدا لكل الناس لاني بكلمك في واقعة حقيقية حدثت معانا وعشناها بشكل عملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. انا مش بكلمك في الفيديو ده عن سرقة حساب جيميل او سرقة قناة يوتيوب، لكن انا بكلمك عن سرقة وتهكير حساب الواتساب. خلينا اعرفك الهاكر ازاي ان هو سرق حساب صديق ليا، واحنا عملنا ايه، وايه المطلوب منك تعمله لتأمين حسابك على الواتساب، وكيف تحمي نفسك من سرقة حسابك على الواتساب. تقريبا مفيش حد فينا ما عندوش واتساب، كلنا عندنا حساب واتساب على موبايلاتنا. وانت مفكر ان موضوع سرقة الحساب هو شيء صعب، فجأة كده في ثانية واحدة حسابك اتعمل لك خروج منه واصبح مفتوح عند الهاكر. تابع معايا الفيديو من اول ثانية لاخر ثانية، مهم جدا لكل الناس. ابطال هذه القصة اللي احنا بنتكلم فيها وهي قصة واقعية حدثت معانا. صديق ليا اسمه الشيخ سعيد، عايش في السعودية. الشيخ سعيد عنده حساب واتساب زي اي حد فينا، وطبعا بيرسل للناس وبيكلم الناس في شغل وبيستخدمه للشغل زي اي حد فينا. يبقى البطل الاول في هذه القصة هو الشيخ سعيد صاحب حساب الواتساب، والبطل الثاني هو اخوه اسمه الشيخ زايد، كلهم مصريين وعايشين في السعودية. والبطل الثالث هو العبد لله، والبطل الرابع وهو الاساس في هذه القصة وهو الهاكر نفسه، والبطل الخامس هو شخص على معرفة بالشيخ سعيد اللي هو صاحب حساب الواتساب، يعني كان في بينهم محادثات وفي بينهم شغل قبل كده. اللي انا بكلمك عليه ده يحصل في السعودية، في مصر، في المغرب، في اي دولة. ركز معايا. الشيخ سعيد واحد كلمه على الواتساب بالليل الساعة ممكن 12 او 1 بالليل، بعت له رسالة السلام عليكم. والشخص ده اللي بيرسل للشيخ سعيد هو شخص اللي هو البطل الخامس في هذه القصة، يعني هو يعرفه، كان في بينهم شغل قبل كده. السلام عليكم يا شيخ سعيد، اخبارك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. قال له انا بعمل جروب جديد او مجموعة جديدة عايزك تنضم معانا فيها. الشيخ سعيد قال له ده شيء يسعدني جدا، تمام انضم للجروب اللي انتوا عاملينه او المجموعة اللي انتوا عاملينها. شخص يعرفه، فراح جاي البطل الخامس ده اللي هو الشيخ سعيد يعرفه، راح جاي ارسل له رابط، قال له خد الرابط ده اضغط عليه علشان تنضم معانا في المجموعة اللي احنا عاملينها. قال له يا اهلا وسهلا شيخ سعيد، وراح جاي ضاغط على الرابط. فجأة اتعمل خروج للشيخ سعيد من حسابه على الواتساب، اتعمل له خروج فورا. يحاول يدخل ما يقدرش يدخل، راح جاي ماسك الموبايل ومكلم الشخص ده اللي هو يعرفه اللي هو ارسل له الرابط. السلام عليكم، انت هكرت حسابي؟ قال له انا هكر حسابك ليه؟ قال له انا لما ضغطت على الرابط اللي انت ارسلته ليا تم تهكير حسابي. قال له انا ما ارسلتش ليك رابط، لم ارسل ليك رابط. قال له ازاي ده جاي من حسابك اللي انت متسجل عندي اللي انا كلمتك عليه قبل كده؟ قال له انا حسابي على الواتساب اصلا مهكر. يبقى الهاكر سرق حساب اللي هو الشخص اللي هو البطل الخامس ده، وبدأ ان هو يرسل لأصدقائه ومن ضمنهم الشيخ سعيد اللي هو اتسرق حسابه. خلينا اكمل معاك واقولك بعد كده تعمل ايه لو حصل معاك كده، وازاي تسترجع حسابك، وازاي تأمن حسابك، وازاي تحافظ على حسابك على الواتساب. الشيخ سعيد خلاص اصبح ان حسابه مسروق، مش عارف يعمل ايه، حاول كتير جدا ان هو يسجل دخول من جديد، معرفش. كل ما يدخل طبعا يعني الواتساب يقول له حاول في وقت لاحق. المصيبة الاكبر ان بدأ الهاكر ده يعمل ايه، يستخدم حساب الشيخ سعيد بان هو عايز يهكر حسابات تانية كمان عن طريقه. يبدأ ان هو يعمل نفس اللي اتعمل مع الشيخ سعيد بالضبط، ان هو يبدأ يرسل روابط لناس تانية، يبدأ ان هو يهكرهم نفس الكلام. وبدأ يعمل حركة كمان تانية وهي ايه، وهي ان بدأ يرسل لاصدقاء الشيخ سعيد ويطلب منهم فلوس. هتقول لي بيطلب منهم فلوس ازاي؟ هو اصلا عايش في دولة تانية، ممكن يكون في المغرب، في العراق، في مصر، في اي دولة. يعني فجأة كده تلاقي اي شخص اللي هو صديق الشيخ سعيد اللي هو انا من ضمنهم مثلا، يجي لي رسالة من الشيخ سعيد ويقول لي ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انا بس عندي مشكلة في حسابي وعايز بس ايه، وعايز تجيب لي صورة من الكارت بتاعك علشان بشتري حاجة اونلاين وحسابي فيه رصيد لكن مش عارف استخدمه. فابدأ ان انا اروح جاي مصور الكارت، ما انا عندي ثقة بقى مع الشيخ سعيد، صديق ليا، اروح مصور صورة من الكارت يكون فيه الرقم، يكون فيه الاكسبايري ديت او تاريخ الانتهاء، وموجود فيه كمان الرقم السري، واعطيه
للشيخ سعيد، انا اظن ان هو الشيخ سعيد لكن هو الشخص اللي هو الهاكر، ويبدا ان هو يدخل يعمل عمليه اونلاين، يشتري اي حاجه اونلاين من الحساب بتاعي، ويبدا ان يجي لي كود ابدا ان انا اديه له كمان على الواتس، ويشتري حاجه بقى ب 500 ريال ب 1000 جنيه ب 10000 جنيه ايا كان هيشتري بكام، والفلوس هتطلع من حسابي. اصبح ان هو بيرسل للناس بهذا الشكل علشان ياخد منهم فلوس عن طريق الشيخ سعيد. من ضمن الناس اللي كانوا هيقعوا ضحايا في هذا الامر وهو اخو الشيخ سعيد اللي هو الشيخ زايد اللي انا ذكرته لك في اول القصه، لان اخوه بيرسل له، يعني اخوه نفسه اللي هو الشيخ سعيد بيرسل له بيقول له انا عندي مشكله في الحساب واديني الحساب بتاعك او حساب الكارت بتاعك علشان ابدا اشتري حاجه اونلاين. الراجل ده طلع ذكي جدا، عمل ايه؟ راح جاي شايل التليفون ومكلم اخوه، قال له انت طلبت مني فلوس دلوقتي؟ ده انت عارف ان انا مش معايا فلوس، انا اصلا لسه قبل شويه كنت مكلمك وقايل لك انا عايز فلوس، ازاي انت بتكلمني دلوقتي بعد ساعه ولا ساعتين من مكالمتك ليا و بتطلب مني فلوس؟ قال له انا ما طلبتش منك فلوس، انا اصلا حسابي متهكر، اوعك تحول فلوس لحد. بدا الموضوع بقى كده يخرب اكثر واكثر، وبدا يطلب من ناس كتيره. فالشيخ سعيد طبعا عمل ايه واللي حصل ايه؟ ركز معايا. طبعا في ناس استجابوا للهاكر وحولوا فلوس لان هم عندهم ثقه مع الشيخ سعيد، حولوا له فلوس او اللي هو يعني ادوا له الحساب البنكي بتاعهم واشترى حاجات اونلاين، وبعد كده الناس دول بيطلبوا فلوس من الشيخ سعيد وهو اصلا ما عملش الاشياء ديت. فهو الشيخ سعيد ده كلمني وقال لي انا حسابي مسروق وكذا وكذا وكذا، نعمل ايه؟ طبعا ارسل لي رساله ممكن الساعه 2 بالليل كنت نايم، فلما صحيت الصبح لقيت رسالته. ايه الاجراءات اللي احنا عملناها؟ وركز معايا معلش للنهايه، والله مهم جدا جدا علشانك. ايه الاجراءات اللي احنا عملناها؟ في حاجات عملناها فشلت معانا وايه اللي نجح معانا علشان نسترد الحساب ونخرج الهاكر. طبعا كده بدايه لو جالك رابط من اي حد، من اي حد، حتى لو زوجتك، حتى لو انت واحده ست وجالك من زوجك او من اخوك او من اي حد، ما تفتحش الرابط. يقول لك ان انا هنضمك لمجموعه، اضغط هنا، وانت شخص انت تعرفه، اوعك تعمل حاجه الا ما تكلمه صوت وتتاكد ان هو اللي ارسل لك هذا الشيء وليس هاكر مهكر حسابه وبيرسل لك عن طريقه. الحاجة الثانية، اوعك ان انت تحول فلوس لاي حد يرسل لك على الواتساب، حتى لو من زوجتك، حتى لو من اخوك، حتى لو مني انا، حتى لو من اي حد، الا ان انت تتأكد الاول وتكلمه صوت وتتأكد فعلا ان هو فعلا الشخص ده اللي انت هتحول له او هتديله حسابك البنكي. وممكن يكون مستخدم ذكاء اصطناعي ولا حاجة ومغير صوتك او عامل صوتك بحيث ان هو يثبت للشخص ان انت فعلا اللي بترسله على الواتس. لازم تتأكد ان هو ده الشخص اللي هو انت هتحول له، او هو ده الشخص اللي انت هتضغط على الرابط علشان تنضم معاه في مجموعة. لازم تتأكد، تكلمه صوت، تتأكد بأي وسيلة. لو انت مش متأكد ما تعملش اي حاجة معاه. طبعا عادة ان الهاكر بيعمل الحاجات دي بالليل، يعني الساعة 1 الساعة 2 بالليل، بحيث ان هو ايه بقى، لما انا يجي لي رسالة وانا نايم كده مش مركز والاقي الشيخ سعيد بيرسل لي انضم معانا في جروب او هات لي حساب البنكي، انا مش مركز اروح اعمل له الحاجة اللي هو عايزها عشان يسيبنا نام. فخلي بالكم من الحتة دي كويس جدا. المهم الشيخ سعيد لما شفت رسالته بدأت ان انا ادخل احاول ان انا استرد الحساب. عملت ايه؟ وايه الطرق اللي انت تعملها في هذه الحالة؟ اول حاجة تعملها فورا، لو انت عندك فيسبوك او عندك اي وسيلة بتتواصل بها مع الناس، ابدأ ان انت حط منشور على الفيسبوك، لو انت موجود على انستجرام، موجود على اليوتيوب، حط على المنتدى، يعني حط وسيلة او حط منشور كده، قول انا حسابي على الواتساب مهكر ولا تقم بتحويل فلوس، وعرف الناس كإثبات لان انت حسابك مهكر. ده مهم جدا جدا، واوعك تضغط على روابط تقول للناس وتعرفهم. الحاجة المهمة جدا ان انت تعمل بلاغ في الشرطة، لو تقدر تعمل بلاغ في الشرطة يكون كويس جدا جدا بإثبات للوقعة، علشان حد بعد كده لو جه طلبك بفلوس او الهاكر ده بدأ يبتز ناس او عمل مشاكل مع ناس داخل المكان اللي انت فيه، داخل الدولة اللي انت فيها، في هذه الحالة ممكن يسبب لك مشاكل كبيرة جدا. فيكون عندك انت بلاغ تم تقديمه للشرطة بالوقعة في هذا اليوم وهذا التاريخ وهذه الساعة، مهم جدا جدا. بدأنا ان احنا نحاول ان احنا نسجل دخول. اقول لك على الخطوات اللي انت تعملها لو حصل معك كده. اول حاجة بتبدأ تعملها هو ان انت بتبدأ ان انت تدخل من جهاز اخر، ليس من جهازك اللي انت يعني كان متسجل عليه الواتساب. يعني انت مثلا حسابك على الواتساب، على الواتساب العادي، تطبيق الواتساب العادي، فابدأ ان انت ادخل من جهاز تاني، جهاز اختك، جهاز اخوك، جهاز حد صديقك، المهم جهاز اخر، وتبدأ ان انت تحاول تسجل دخول من خلال واتساب اعمال اللي هو الواتساب بيزنس. يعني خلاص انت كنت مسجل على الواتساب العادي، سجل على واتساب اعمال. لو انت مسجل على واتساب اعمال ابدأ ان انت سجل على الواتساب العادي من جهاز اخر. بتفتح كده حساب واتساب اعمال زي ما انت شايف كده، وتبدأ هنا ان انت تدخل حسابك على الواتساب كأنك بتسجل دخول من جديد. وبعد ما تدخل حسابك على الواتساب بتبدأ تضغط على التالي وتتابع الخطوات. بعد كده بيقول لك ان انت متأكد ان الرقم ده صحيح، بتقول له طبعا كونتينيو او استمرار. بعد كده ممكن يجي لك بالشكل ده، يعني ممكن يدخل معاك ويبدا يكمل معاك الخطوات وتسترد حسابك في اللحظه والتو، ممكن ما ياخدش معاك ثواني وحسابك يتم استرداده.
وبعد ما يتم استرداده بقى خلاص على الجهاز ده تبدا ان انت تفتحه عندك عادي خالص زي ما كان في الاول. وممكن ان هو يقول لك بليز كونتاكت كاستمر سبورت، يعني بيقول لك ان احنا في محاولات كتيره واشياء زي كده، وابدا ان انت تواصل مع دعم الواتساب. لو انت دخل معاك من اول مره والامور تمام كويس جدا ومية مية، فلذلك ما تحاولش كتير تعمل من نفس التليفون، ابدا ان انت تعمل الموضوع ده من جهاز اخر من واتساب مختلف عن اللي انت كنت بتعمله، تمام، بدون محاولات كثيره علشان ما يظهرش معاك بهذا الشكل. طبعا هو حاول كتير واحنا حاولنا كتير فبدا يظهر مشاكل زي ما انتم شايفين كده. بتبدا ان انت تضغط على كونتاكت سبورت او التواصل مع فريق الدعم. ممكن ان انت وانت بتسجل دخول كده زي ما انا قلت لك ممكن يجي لك كود على الموبايل تبدا تدخله ويدخل معاك مباشره. لو ما حصلش معاك وقال لك تواصل مع فريق الدعم بتبدا ان انت تكتب هنا المشكله وتبدا ان انت تحط ايميل وتبدا ان انت تاخد سكرين من الرساله اللي بتجي لك، يعني اللي هو مش عارف يدخل على الحساب، وتبدا تعمل ارفاق لكل ده وترسله لدعم الواتساب وتنتظر ردهم على الايميل. بيبدا بعد كده ممكن ان هو يرسل لك كود وتبدا ان انت تدخل وتبدا تدخل الكود ويدخل معاك. ممكن تعمل كده ويمشي معاك، بديك كل المحاولات اللي احنا عملناها لكن ده برضو ما نجحش معانا، فانت بديك كل المحاولات ممكن تمشي معاك انت لو تم سرقه حسابك على الواتساب. يبقى الطريقه ديت لو فشلت معاك تعمل ايه؟ تبدا تنتظر بعض الوقت وتبدا ان انت تدخل تاني مره وتحاول تاني مره، ما نفعش معاك برضو جالك نفس الطريقه كده يقول لك محاولات كثيره، يقول لك حاول بعد 10 ساعات، حاول بعد كذا، المشكله ما زالت معلقه. المحاوله الثانيه اللي انت تعملها لو ده حصل معاك وهو ان انت تبدا تعمل ايه مباشره تبدا تروح لفرع اللي هو الخاص بالشبكه بتاعتك. لو انت مثلا موبينيل، فودافون، لو انت اس تي سي في السعوديه، تبدا تروح وتطلع شريحه ثانيه بنفس الرقم، اسمع الكلام، شريحة تانية بنفس الرقم، وتبدأ ان انت تاخدها وتشغلها وتحطها على الموبايل وتبدأ تجرب بنفس الخطوات من حساب تاني واتساب اعمال او واتساب الاخر، وتبدأ ان انت من جهاز اخر طبعا، وتبدأ ان انت تسجل دخول وتجرب. لو وصلك الكود على الموبايل على الشريحة طبعا تكون شغالة في الموبايل لانها معاك لم يتم سرقتها، فبالتالي بيجي لك كود تبدا تدخله ويدخل معاك مباشره. ده لو حصل معاك تقول الحمد لله. المحاوله الاخرى بتبدا ان انت تعمل ايه؟ مثلا لو انت شريحتك الشريحه بتاعت الاتصال الخاصه بيك هي مثلا اس تي سي، تبدا ان انت تروح تطلع شريحه ثانيه لموبايلي بنفس الرقم. لو انت شريحه فودافون روح طلع موبينيل بنفس الرقم، يعني انقل على شبكه ثانيه بنفس الرقم، كويس كده، وتبدا ان انت تعمل الشريحه وتحطها في التليفون، وتبدا ان انت تسجل برضو بنفس الطريقه من حساب اخر من جهاز اخر زي ما انا وضحت لك كده، وتبدا تسجل ولكن تسيب شويه وقت كده 10 ساعات ولا حاجه، تمام، يعني بعض الساعات كده، وتبدا ان انت تدخل وتسجل دخول. ولو ساعتها جالك رساله على الموبايل على الكود يصلك على الموبايل هتبدا تدخل مباشره وسيتم خروج تلقائي للهاكر من حسابك، لان انت لو سجلت دخول سيتم خروج تلقائي من الهاكر اللي هو كان سارق حسابك. وهو ده الاسرع وده الانسب، وهو ان انت تعمل ايه، ان انت تعمل شريحه تانية وتبدا ان انت تحطها في الموبايل وتبدا تسجل من حساب اخر او يعني واتساب اخر ومن موبايل اخر، وان شاء الله النتيجه هتكون كويسه بالنسبه لك وهتسترد حسابك. ما تنساش ان انت وانت بتسجل دخول بيطلب منك ايميل، بتبدا تدخل ايميلك السابق علشان يبدا ان هو يعمل استرداد للرسائل والمحادثات اللي كانت موجوده عندك على الواتساب. لو الرسائل ليست مهمة ليك بتبدأ ان انت تعمل ايه؟ بتبدأ ان انت تدخل ايميل جديد وتبدأ ان انت تدخل، وفي هذه الحالة طبعا الرسائل القديمة مش هترجع. عرفتك كل الحالات التي تستخدم لاسترداد الواتساب، اي واحدة منهم ممكن تمشي معاك، ولكن الاضمن هي الاخيرة وهي تغيير الشريحة لشبكة اخرى وتغيير الموبايل وعمل واتساب اخر، واتساب اعمال او واتساب الاخر اللي هو العادي، الواتساب العادي، بحيث ان انت تسجل دخول. طيب كيفية تأمين حسابك على الواتساب؟ هو ان انت ما تضغطش على اي روابط تجي لك خالص نهائيا، اي حد يرسل لك حتى لو حد تعرفه تأكد ان هو ده الشخص فعلا ولا لا. الحاجة الثانية ازاي تأمن حسابك على الواتساب نفسه؟ بتبدأ ان انت تدخل على حسابك على الواتساب لازم ان انت تأمنه وتكون كمان مدخله ايميل، بتضغط كده على النقاط اللي فوق وتضغط بعد كده على الاعدادات، وبعد كده بتضغط على الحساب، بعد كده بتيجي هنا على التحقق بخطوتين، بتبدأ ان انت تدخل رمز للدخول لحسابك وبتبدا ان انت تفعلها، وبتبدا ان انت كمان تدخل هنا بريد الكتروني، بتضغط هنا على بريد الكتروني وبتدخل البريد، وممكن كمان تستخدم اللي هو مفاتيح المرور كامان.
طبعا ما تنساش هنا ان انت تضغط على الدردشات، وبعد كده بتضغط هنا على نسخ احتياطي للدردشات، وبتتأكد هنا ان انت مدخل حساب جيميل علشان يعمل لك عليه نسخة احتياطية من المحادثات الموجودة على موبايلك علشان تبدأ تستردها بعد كده عن طريق هذا الايميل. اسف على الاطالة، ولكن كان لازم ان انا اوضح لك كل التفاصيل لان الموضوع مهم جدا جدا. بعد الحساب ما رجع الحمد لله، بدأ ان في اشخاص بيطلبوا من الشيخ سعيد اللي هو صاحب الحساب ده اللي هو كان مهكر بفلوس هم حولوها على الشيخ سعيد اللي هو الهاكر خدها، تمام كده؟ فطبعا الموضوع صعب جدا جدا، فحاول ان انت تكون حريص في هذه الايام لان التهكير والسرقة والاختراق اصبح منتشر جدا على كل وسائل السوشيال ميديا، واتساب، فيسبوك، جيميل، قناة يوتيوب، انستجرام، تيك توك، على اي حاجة انت شغال عليها. لازم تأمن نفسك وتثقف نفسك في مجال اللي هو كيف تحمي نفسك على السوشيال ميديا في الامن السيبراني. ركز وشاهد وتعلم وطبق لان الموضوع صعب جدا جدا، وعرف اهلك بهذا الكلام، اوعكم تضغطوا على روابط والاشياء اللي انا ذكرتها في هذا الفيديو. نقول مبروك لصديقنا شيخ سعيد وربنا يحميكم جميعا. لو انت عندك اي تعليق، عندك اي سؤال، اكتب لي في تعليقات هذا الفيديو وان شاء الله بنرد على التعليقات. ولو انت تبحث على القناة او ان انت تشوف وصف هذا الفيديو او التعليق المثبت ستجد فيديوهات مهمة تفيدك للشغل على السوشيال ميديا. تحياتي ليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وانتظر تعليقاتكم تحت هذا الفيديو ووجهة نظركم في اللي حصل. مع السلامة.